كلمة واحدة من السيد المسيح لعاذر هلم خارجا، كلمة ربنا قومت من الموت. وبكلمة واحدة من السيد المسيح أشبع الجموع، أعطوهم ليأكلوا. وبكلمة واحدة خلق الله العالم، كن فكان. كلمة واحدة من الله لها سلطان وفاعلية، تنبأ عنها المرنم في المزمور زمان وقال أرسل كلمته فشفاهم. كلمة ربنا لها قدرة وفاعلية شديدة جدا في حياة الإنسان. كلمة ربنا بتفرح، كلمة ربنا بتريح، كلمة ربنا بتغير، كلمة ربنا بتحيي، كلمة ربنا بتقوم من الموت، كلمة ربنا بتنجي من الدينونة، كلمة ربنا بتغفر الخطايا، مغفورة لك خطاياك. كلمة ربنا اللي قال عنها الكتاب إنها أمضى من كل سيف ذي حدين، حية وفعالة. كلمة ربنا مش شوية حروف، لكن كلمة ربنا قوة حياة. الإنسان الشاطر اللي قبل ما يخرج النهاردة من الكنيسة يقول لربنا قول كلمة فتتغير أمور كتيرة في حياتي. يجي مع ذلك الإنسان الأممي الوثني اللي ما كانش من شعب الله لكن صدق في المسيح، قال له قل كلمة فيبرأ غلامي. أنا مش محتاج غير كلمة واحدة. فالإنسان الشاطر هو اللي قبل ما يخرج من هنا يكون أخد الكلمة دي من ربنا، لألا يكون الوقت بيعدي والعمر بيجري واحنا ما استفدناش حاجة بكلمة ربنا، ما خدناش كلمة ربنا بفاعليتها في حياتنا. فالإنسان الشاطر اللي قبل ما يخرج يقول له قل كلمة فتبرأ نفسي من كل اللي فيها بقى، من خطية، من حزن، من قلق، من إحباط، من فشل، من تعب، من اكتئاب، من ضيق. لكن كلمة واحدة منك يا رب تقدر تغير، لأنك قلت كده أليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. ربنا يدينا قوة الكلمة دي في حياتنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.